قام الإمام على قدميه وضع عباءته على رأسه ونادى المأمون إلى أين يا ابن العم؟ قال إلى الوجه الذي وجهتني إليه. يقول أبو الصلت: فبينما أنا واقف وإذا بالإمام خرج وعباءته على رأسه. فصل لنا الحال يا أبو الصلت. قال: وقد تغيرت ألوان الإمام، أين المنادون وعليا؟ يقول بعد ما تكلمت مع الإمام، هذه علامة، وشفت العلامة من الإمام. يقول: لكن نظرت إلى الإمام يقوم ويجلس على الأرض من حرارة السوم، إلى أن دخلنا الدار وكان الإمام ليس من عادته أن يغلق باب على أحد إلا في تلك اللحظة. قال لي: يا أبا الصلت، أغلق الأبواب علينا فإني مشغول بنفسي. فأغلقت الأبواب، فبينما أنا كذلك وإذا قد دخل علينا الشاب أشبه الناس بالإمام الرضا. هذا مولاك الجواد، هو المعزى في مثل هذه الليلة. سلم علي، قال: السلام عليك يا أبا الصلت. قلت: عليك السلام، كيف دخلت علينا والأبواب مغلقة؟ قال لي: يا أبا الصلت، أو هل ضعف يقينك بنا أهل البيت؟ تلبالك تجودنا أبواب. الذي أخرجني من المدينة هو الذي أدخلني عليكم والأبواب مغلقة. آجركم الله. وإذا بالصوت من الإمام الرضا: يا أبا الصالح، دعه يدخل علي، هذا مولاك الجواد. يقول أبو الصلت: فدخل الإمام انكب على جسد والده، تناجيا طويلا، أعطاه مواريث الإمامة والوصية، أهل العزاء، وعند احتضار الموت عرق جبينه. يا الله يا الله. وسكن أنينه ومد رجليه وأسبل يديه، لكن عبارة ما أقدر أقولها يا مؤمنين، وهي دار عينيه في أهله. وين الأهل؟ وين العشيرة؟ في دار غربة أهل العزاء، وعند احتضار الموت أطبق فا وفاضت روحه المقدسة. أين المنادون وإماما؟ أين المنادون وعليا؟ خرج الإمام من تحت الرداء وهو ينادي: يا أبا الصالت، عظم الله لك الأجر في مولاك الرضا، فقد فارقت روحه الدنيا. أيوة عليا. ومسموما واصبح الطوس بزلازل، والخلق كلها بعويل، لاجل ابو محمد تزلزل. يا خلق عرش الجلي والاعلام السود منشوره ومدامعهم تسي، تزت السبع العليا وبالأرض صار انقلاب. أويلي، قام شبلي غسليه والدمع من عينه ما مدد على المغتسل، والماء جاه من السماء.
وبلطفوف حسين جدت غسل بفيض الدماء والجفن ساف الثرى عريان مسلوب الثياب. وويلاه وإماماه، هذا الإمام وإن كان غريب لكن ما بقي على التراب ثلاثة أيام. منه عندك اللي بقى على التراب ثلاثة أيام لا مغسل ولا مكفان؟ أويلي أويلي روحي فدالك يا الذي للغسل ما أنا ولا الجسد من لين حمل من فوق شيء ولا الجنازة هللت من خلف هرجاء ما حد حفر قبرا وارى جثته في كافور تربة والغسل دمه الجاري والجفن فصل أبو محمد بوا وقبره بقلب اخته خذوها بجمل عاري وقلب الذي قضى زمانه في بواجي الميت لمات الخلق تحضر جهازه تتسارع الوادم على سرعة وجازة ويصيح صايح في البلد عدكم جنازة يا سلام قوموا واكسبوا من الله الأجر في إلا هاي عطلوها بنو أمية في كربلاء وابن البتولة ما حصل واحد ينادي عن حرة الرمض ارفعوا مهجة الهادي حصل منادي درك بظهور العوادي خلوا الخيل الأعوجية تصعد عليه. إزين بعد سايلكم سؤال يا شيعة الحسين، بعد تقول للشهيد ما يغسل ولا يكفان، بعد أقول لك الشهيد ما يشيلون بشيال، بعد ما يصلون على الجنازة؟ من الذي صلى على الحسين؟ صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضباء محرابا. وأما الجسد شلون شالوا يا شيعة الحسين؟ جابوا لقطعة بارية وجمعوا صالة ولفع عسى عيني العمى ودلا وشال حطه وسط قبره وتخو صار وين حناله ابويا شم ابن احراوي الظما يرتس عار ابن نار. اسمع لقضي يا ابويا البتشه ليل ونهار غيرك ما شفنا مشفني نافي بوا من عقب ما تبقى ثلاثة أيام عاري فوق الثرى وسترك يا ابو يا بهالفلغبه.